بسم الله الرحمن الرحيم. اشرف حملة رسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي ان احنا نحضر في المركز القومي لنقل الدم للتبرع بالدم نصرة ومساعدة لاخواننا في فلسطين والموقف المحرج اللي هم بيتعرضوا ليه. والحقيقة انه وقوفنا مع اخواتنا في فلسطين هو موقف ثابت للدولة المصرية، موقف ثابت على المستوى الإنساني، موقف ثابت على المستوى العربي، موقف ثابت على المستوى الأمن القومي. هنا بنحضر بصفتنا كأعضاء في الحملة الرسمية وكمواطنين مصريين محبين لإخواننا في فلسطين، وده الحقيقة يعني تصرف نابع من القلب. وبندعو كل مواطن مصري قادر على التبرع بالدم ان هو ينزل ويعمل زينا، علشان في هذه المواقف يعني المواقف تبين الرجال وتكشف المعادن، ويعني ياريت كل المصريين في اطار حمله موسعه يتبرعوا بالدم. ان شاء الله ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ اخواتنا، وان شاء الله ربنا يحفظ مصر، والامور ان شاء الله يعني بفضل قيادتنا.